موقع اليوم موقع أيضا كما قلت خاص بالتعدين السحابي للبيتكوين، وهو موقع أكرر مرة أخرى موقع صادق. طريقة التسجيل: ضع الإيميل بعد طبعا الضغط على ريجستر، ضع الإيميل الخاص بك ثم الدولة ثم الباسورد وريبيت الباسورد واعمل ريجستر. هذا هو التسجيل، ستصلك رسالة إلى إيميلك الخاص بك. سأدخل إلى الحساب طبعا وأريكم كيفية العمل في هذا الموقع. جميل، هذا هو الموقع اليوم، موقع الخاص بي، واجهته ليست بالصعبة. هنا البالانس الخاص بك، ماذا جنيت، ومخططات بيانية خاصة بجمع أو تعدين العملة. طبعا هذا الداشبورد، هذا هو الداشبورد الذي ترونه الآن. الهيستوري، نذهب معا إلى إلى الهيستوري. سترون، لاحظ معي، وهذه هي العمليات التي قمت بها للإيداعات. هنا لاحظ معي، قمت بإيداع 11.25 دولار، 15 دولار، 7.50 دولار. هنا هذه لم أقم بإكمال العملية، لاحظ معي تايم أوت، وهنا دفعت ما أعتقد 3.75. يعمل الموقع بالجيجا هاتش، ولاحظوا معي منذ 24 ديسمبر 2015 السحوبات التي قمت بها إلى غاية آخر سحب قمت به على ما أعتقد يوم 24 فبراير 2016. هذه هي السحوبات التي قمت بها. سنقوم بسحب مباشر حتى أؤكد أن الموقع لا زال في الاستمرارية. طبعا كيف تقوم بالتعدين في هذا الموقع؟ عن طريق باي هاش ريت. تضغط على هنا، هناك مجموعة من الخيارات، لاحظ معي الخيار الأول، خيار ثاني، خيار ثالث. الخيار الثاني والثالث لا أنصح بهما. الخيار الثالث وهو خيار جديد، وهي عملة جديدة أيضا، ولكن في الخيار الثاني والثالث ستضاف عليك عمليات الصيانة والكهرباء أيضا، ولكن ضع الخيار الأول واقتني الجيجا هاتش. سأشرح الخيارين التاليين وخاصة الخيار الثالث لأنه خيار جديد، وسيبدأ الموقع في منذ على ما أعتقد يوم 21 مارس، وهو تعدين جديد عن طريق عملة جديدة. كل ما علينا سنشرح هنا دون أن حتى لا أطيل الكلام. نضغط هنا ونقوم بشراء الجيجاهات. لاحظ معي، اشتري ما شئت من الجيجاهات، كل ما عليك فقط السحب هكذا. وستلاحظ أن العملة هنا في هذا المكان تتغير بالدولار وبالبيتكوين. لاحظوا معي، سنأخذ مثلا 80 جيجا هرتز، 120 جيجا هرتز، 120 جيجا هرتز. ستلاحظ معي هنا ثمنها 26 دولار، أو تقريبا سأخذ 30 دولار. جميل، أنا لدي حاليا الهاش ريت 0.08. هذه 0.08 حوالي 30 دولار، حوالي 30 عفوا حوالي 30 على ما اعتقد، اجل اعتقد حوالي 140 حتى 150 جيجا هاتش، اعطتني 0.08. والعائد كالتالي، ريفني هكذا كل يوم يرجع علي الموقع ب 0.10. كما لاحظنا بالامس موقع هاش روسيان يعود علي ب 0.35، ولكن لا ننسى ان الجيجا هاش هنا لاحظ معي ثمنها على ما اعتقد الثمن الواحده 4 او 2 دولار. وثاني شيء واهم شيء ايضا، انك تستطيع تستثمر ب 3 دولار كما لاحظتم، او 2 او على ما اعتقد، المهم اقل من هاش روسيان. جميل، العائد في 1 ويك وهو 0.71، و 1 مونث 3.5 دولار. جميل، حتى تستثمر أموالك وتتعامل بسياسة تفرقة الاستثمارات، طبعا هذه هي السياسة الناجحة. هنا تضغط على الويدراو أو رينفست، إعادة الاستثمار. لاحظ معي البالانس الخاص بي هو 0.014، وستقوم بالسحب مباشرة إلى محفظتك. طبعا هنا تضغط على سيتنج لإضافة البيتكوين ادرس الخاص بك، تضع الإيميل والبيتكوين ادرس الخاص بك هنا وتعمل سيف، وتضع البيانات الاتصال الخاصة بك. جميل 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 جميل. سأعود مرة أخرى إلى السحب. السحب تضغط على ويدراو، لأن هنا لاحظ معي البالانس الموجود هنا، هذا هو البالانس الموجود هنا، تعمل ويدراو. ستلاحظ ان هكذا ساسحب، مثلا تستطيع ان تسحب اي مبلغ شئت من المبلغ الاصلي الخاص بك. كل ما عليك فقط انك تضغط هنا حتى لا تبقي شيء، وتلاحظ ان الكوميشن، هذا هو الكوميشن الخاص بك. تعمل withdraw هكذا.
ستأتيك رسالة مباشرة ودفع مباشر، لاحظ معي سكسس، يجب أن تقوم بكونفيرميشن، تذهب إلى الإيميل الخاص بك حتى تلاحظ أن الإيداع وصلك في اللحظة. هذا شيء جميل، إيداع أوتوماتيكي مباشر إلى محفظتك. لاحظ معي هكذا alert hash flare وتعمل please confirm، الرجاء التأكد من استخدام هذا الرابط، وتعمل هكذا سيصلك مباشرة إلى محفظتك. الآن تأكد معي بأن المبلغ قد وصل إلى محفظتنا فقط. ارجع هنا إلى الهيستوري، ستلاحظ أن السحب الأخير كان السحب الأخير طبعا يوم 9/3/2016. هكذا حتى يرى أحبتي مصداقية هذا الموقع. لا أريد الإطالة والإكثار في هذا الكلام، سأعود إلى هذا الموقع مرة أخرى لأن فيه شيء جديد. انتظروا قريبا، حوالي كما قلت 21 مارس هناك عملة جديدة سأتحدث عنها فيما بعد، لا أطيل الكلام. كل ما في الأمر هذا هو الموقع، لا تنسوا دعمنا باللايك والشير، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناة عبد التكور. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.